مساء الخير طلابي الأعزاء، في هذه المحاضرة سوف نستكمل الفصل الثالث أدوات جمع البيانات. سنشرح في هذه المحاضرة أسلوب الملاحظة وأسلوب الاختبارات الإسقاطية. الملاحظة Observation، ما هي الملاحظة؟ الملاحظة هي أحد أساليب جمع المعلومات، وهي أحد الوسائل التي يستخدمها المنهج العلمي في الحصول على المعلومات. ما هي الملاحظة؟ هي مشاهدة الظاهرة، موضوع الدراسة، من قبل الباحث أو من ينوب عنه. هي الاعتبار المنبه للظواهر والحوادث، لماذا؟ لتفسيرها واكتشاف أسبابها والتنبؤ بسلوكها والوصول إلى القوانين التي تحكمها من أجل ضبطها والتحكم فيها. إذن هي أسلوب علمي يقوم به الباحث من أجل جمع المعلومات لتحقيق أهداف العلم حول هذه الظاهرة، أهداف العلم التي تم شرحها في السابق والتي تتمثل في فهم الظاهرة وتفسيرها والتنبؤ بها والتحكم فيها. ما هي الأدوار التي يلعبها الباحث خلال عملية الملاحظة؟ هناك عدة أدوار يمكن أن يلعبها الباحث. أولاً، حينما يكون الشخص الملاحظ غير مشارك، وهنا لا ينضم الباحث غير المشارك إلى المنظمة أو البيئة البحثية، بل يبقى متفرجاً على الظاهرة فيراقب نشاط جماعة معينة دون تدخل فيها. إذن هنا نستطيع أن نقول أن دوره غير مشارك في عملية الملاحظة، وإنما هو يكتفي فقط بعملية الملاحظة دون تدخل في ظروف هذه الملاحظة. أما النوع الثاني هو الملاحظ المشارك الذي ينضم إلى البيئة البحثية ويشارك في أنشطة الجماعة وفي حياتهم، مثل الباحثين الذين يقومون بدراسات لسلوكيات بعض القبائل أو لواقع المساجين في السجون، فيضطروا إلى الانخراط في حياتهم، يعيشون حياتهم بكل تفاصيلها وبكل أجزائها، ويصبحوا مشاركين بشكل حقيقي وفاعل في هذه الملاحظة. ما هي أنواع الملاحظة؟ هناك عدة أنواع للملاحظة، سنقسمها حسب عدة متغيرات. أولاً، الملاحظة حسب التصنيف، الملاحظة حسب درجة الضبط. هناك الملاحظة البسيطة، وهي تكون ملاحظة غير مخططة، وهي ملاحظة للظواهر كما تحدث في الطبيعة، وتستخدم هذا النوع من الملاحظة في الدراسات الاستطلاعية التي تحدثنا عنها في السابق، والتي تهدف إلى جمع معلومات لاستكشاف الظاهرة ومعرفة طبيعتها. أما الملاحظة المنتظمة فهي ملاحظة مخططة مسبقاً، تخضع لشروط الضبط العلمي، ويتم تحديد ظروفها من حيث الزمان والمكان، ويمكن الاستعانة فيها بالأدوات الإلكترونية أو الميكانيكية كأدوات التسجيل، وهدفها جمع بيانات دقيقة عن الظاهرة موضوع الدراسة. تصنيف الملاحظة حسب الهدف. أولاً، الملاحظة المقصودة، حيث يقوم الباحث هنا بالاتصال المباشر بالموقف أو بالشخص الذي يتم ملاحظته، ويتم تسجيل مواقفهم، وغالباً ما تكون هذه الملاحظة منظمة، مقصودة، مرتبة، مخطط لها، كل الظروف التي تحدث فيها تتم بتنسيق مسبق من قبل الباحث. أما الملاحظة غير المقصودة فهي ملاحظة تحدث بطريق الصدفة، وتكون هذه الملاحظة بسيطة دون إعداد ودون تخطيط، مثلما يكون الباحث سائراً في أحد الشوارع
فيجذب مثلا منظر مجموعة من الأطفال الذين يدخنون، فيقوم بملاحظة سلوكياتهم. هنا الملاحظة غير مقصودة وغير مخطط لها. ننتقل إلى الموضوع الآخر، وهو ما هي الاعتبارات التي ينبغي على الباحث أن يراعيها حينما يقوم بعملية الملاحظة. أولاً عليه أن يحدد أهداف الملاحظة التي لماذا يقوم بعملية الملاحظة، وما هي الأمور التي يرغب في مراقبتها وفي ملاحظتها وفي تسجيل الأمور الخاصة بها. ثانياً ينبغي إذا كانت الملاحظة مقصودة أن تكون مخططة ومبنية على معلومات مسبقة. ثالثاً ينبغي تحديد مكان وزمان الملاحظة بشكل مسبق. رابعاً ينبغي تحديد العينة، أي الأفراد أو الشيء أو الظاهرة التي سيلاحظها الباحث. رابعاً ينبغي أن ترتب الظواهر بشكل مستقل، بحيث يتم تمييز كل مجموعة بخصائصها عن المجموعات الأخرى. خامساً ينبغي تدريب القائمين على أسلوب الملاحظة. لا يصح أن نأتي بشخص غير مدرب ليقوم بعملية الملاحظة، ينبغي أن يخضع لتدريب عميق وتدريب منظم ليقوم بعملية الملاحظة على أصولها، بحيث يدرب على طريقة الملاحظة وعلى طريقة تسجيل السلوك الملاحظ للاحتفاظ به خوفاً من النسيان. ينبغي أن يكون هناك طريقة مناسبة لتسجيل النتائج والاحتفاظ بها وربطها بفرضيات الدراسة. ينبغي أن نقوم بالتسجيل الآني للملاحظة وقت حدوثها حتى لا يحدث نسيان لها أو يتم الوقوع في الخطأ، وهذا يؤدي إلى أن تكون ملاحظتنا عملية تتصف بالدقة والموثوقية. ينبغي أن تتصف ملاحظتنا بالموضوعية، وأن يكون تفسيرها وتعليلها مرتبط بالموقف وبالظاهرة. ينبغي تصنيف المعلومات التي نريد الحصول عليها من الملاحظة. وأخيراً ينبغي بكل مراعاة التعمق في موضوع الظاهرة لكي يتم إتقان عملية الملاحظة، بمعنى ألا تكون الملاحظة سريعة وغير عميقة ملاحظة عشوائية. لا، ينبغي أن تكون الملاحظة عميقة ومدروسة ومخطط لها حتى نستطيع أن نحكم على الظاهرة حكما موضوعيا علميا سليما. ما الذي يحدث بعد الملاحظة؟ حينما يقوم الشخص الملاحظ بملاحظة ظاهرة معينة، فإنه يعتمد على عمليتين. العملية الأولى هي الملاحظة بالعين، والعملية الثانية هي تسجيل الملاحظة وقت حدوثها أولاً بأول حتى نتلافى الوقوع في الخطأ، وحتى تكون ملاحظاتنا عميقة ودقيقة. ما هي مزايا عملية الملاحظة؟ أولاً أن الملاحظة يمكن أن تعتبر الوسيلة الوحيدة لدراسة السلوك الإنساني دون أن نسأل الشخص الملاحظ. ثانياً لا تتطلب جهوداً كبيرة من قبل المجموعة التي يجري ملاحظتها. مثلاً لا يطلب منهم تعبئة استبيان كما في الاستبيان، فقط نكتفي بملاحظة الباحث لسلوك الأفراد. تمكن الباحث من جمع الحقائق عن السلوك أو الحادثة وقت حدوثها. مناسبة رابعاً مناسبة للبحوث التي تتطلب بيانات وصفية. إذن الملاحظة هي أكثر مناسبة للبيانات الوصفية. الملاحظة تتيح للباحث الوقوف والحصول على معلومات لم يفكر الباحث بها أصلاً، وتفتح أمامه أفقاً جديدة للدراسة، وتوجه نظره إلى معلومات جديدة لم يكن قد أخذها بالحسبان سابقاً. يمكن إجراء الملاحظة على عدد قليل من الناس، وليس بالضرورة أن تكون العينة كبيرة.
أخيرا أنها تساهم في تحليل بعض القضايا المعقدة، حيث توفر معلومات غنية وموضوعية لا تتأثر بالتقارير الشخصية المتحيزة. عيوب الملاحظة: من أهم عيوب الملاحظة هو تعمد الأفراد إلى تغيير سلوكهم وتقمص والتظاهر بسلوكيات جديدة خلال فترة مراقبتهم وملاحظتهم، خاصة إذا كانت ملاحظة مقصودة، لأنهم يعرفون أنهم الآن ملاحظون وبالتالي يغيرون من سلوكهم، وبالتالي هنا لا يستطيع الباحث الوصول إلى السلوك الحقيقي لهؤلاء الأفراد. ثانيا، من الصعب أن نتوقع حادثة معينة، أو من الصعب أحيانا تكرار حادثة معينة لكي يتم تكرارها. مثلا من الصعب جدا أن ملاحظة يعني أن يقوم الباحث بعمل ملاحظة مقصودة لسلوك المدمنين، مدمنين على المخدرات. من الصعب تكرار هذه السلوكيات خاصة إذا كانوا تحت فترة علاجية. ثالثا، أحيانا بعض الظروف قد تعيق عملية الملاحظة، خاصة إذا كانت هناك ظروف طبيعية أو كالفيضانات أو الثلوج أو غيرها. هناك بعض الأمور لا يمكن ملاحظتها بشكل مباشر، مثل حياة الأفراد الخاصة. لا يمكن أن يسمح الأفراد للباحثين بملاحظة حياتهم الخاصة والوقوف على أسرارهم. الملاحظة عملية أحيانا تكون مكلفة جدا، خاصة إذا كانت محددة بعوامل زمنية وجغرافية. أخيرا، العينة الكبيرة ستكون ملاحظتها تكلفتها كبيرة جدا ومكلفة للباحث. هذا بالنسبة للملاحظة. ننتقل إلى الأسلوب الأخير في أدوات جمع المعلومات، وهو Projective Methods، اللي هو طريقة الإسقاط أو الطريقة الإسقاطية. والطريقة الإسقاطية أو الأساليب الإسقاطية هي أحد الأساليب التي نستخدمها كمتخصصين في علم النفس لصبر أغوار الشخصية الإنسانية ولتفسير وتقييم الشخصية والحكم على سماتها الخاصة. فهي أسلوب الحصول على الإجابات عن طريق استخدام المعاني المرتبطة بالكلمات وإكمال الجمل، وبدونها يصعب الحصول على تلك الإجابات. ولماذا سميت إسقاطية؟ لأنها تعتمد على تقديم مثير مبهم للأشخاص المفحوصين، يحتمل جواباً من كل مفحوص حسب خبراته الخاصة به. وبالتالي لماذا سميت إسقاطية؟ لأنه يسقط ما في داخله من خبرات وتجارب خاصة على تفسيره لهذه المثيرات المبهمة الغامضة التي تقدم له. هناك أنواع للأساليب الإسقاطية، منها الأساليب الإسقاطية المصورة، ومنها الأساليب الإسقاطية اللفظية. الأساليب الإسقاطية المصورة تعتمد على تقديم صور للأشخاص، هذه الصور لها معاني مختلفة تقدم للشخص ليسقط عليها ويفسرها من منظوره الخاص بناء على خبراته الخاصة. وبالتالي تفسير سين لهذه الصورة سيختلف عن تفسير صاد حسب اختلاف الخبرات بينهما. ومن أشهرها اختبار روشاك، وهو عبارة عن اختبار يتكون من مجموعة من نقاط الحبر، كل نقطة وضعت على ورقة فتعطي شكلا معينا. وها هو الفيديو يعرض صورا أو نماذج لهذه البقعة. تقدم هذه الأوراق إلى المستجوب لكي يقوم بالإجابة عليها بما يعكس وبما يسقط خبراته الداخلية. ف
فيقوم بالتعليق عليها وبالشكل الذي يراه مناسبا، وحينها يقوم الشخص المحلل لهذه الصور بدراسة تحليلاته وتفسيرها في ضوء المعايير التي وضعها رشاق لتفسير هذه الصور. الاختبار الثاني هو اختبار تفهم الموضوع، وفي هذا الاختبار يعرض مجموعة من الصور ويطلب من الشخص أن يبني قصة حول هذه الصورة. مثلاً نعرض مجموعة صور تحوي عدة شاحنات تحمل مواد تموينية تستعد للانطلاق، فماذا يمكن أن تعلق عليها؟ لماذا؟ حتى نستطيع أن نصبر غور هذه الشخصية ونصل إلى دوافع الشخصية وإلى أنماط الرغبات التي تدور بداخله. هذه الأساليب الإسقاطية المصورة. ننتقل الآن إلى الأساليب الإسقاطية اللفظية، وهي نوعين: أساليب ترابط الألفاظ، وفي هذه الأساليب يتم ذكر لفظاً أو مجموعة من الألفاظ ويطلب من المستجوب أن يعلق عليها. مثال: حينما نقول مثلاً الشمس ساطعة، علق عليها. القمر، الحب، علق عليها. فهو يقوم المستجوب بالتعليق عليها بما يعكس خبراته الخاصة، بما تثيره هذه الكلمات لديه أو هذه الألفاظ لديه من معاني. اختبار ثانياً، اختبار تكملة الجمل الناقصة، حيث نعرض على المستجوب جملة ناقصة ونطلب منه إكمالها بسرعة. مثل: إن العنف في المجتمع الفلسطيني يمثل ظاهرة، أكمل. فيقوم بإكمال هذه الجملة بما يعكس معرفته وخبراته حول هذه الظاهرة. ثالثاً، اختبار تكملة القصة، حيث يذكر الباحث قصة تقف عند نقطة معينة ونطلب من المستجوب تكملتها لوضع النهاية التي يرغبها للقصة. ومن أمثلتها الأفلام السينمائية التي تترك نهاياتها مفتوحة للمشاهدين. ثالثاً، الأساليب الإسقاطية السيكو درامية، وهي الأساليب التي تعتمد على لعب الأدوار على التمثيل، حيث يطلب من الشخص المستجوب أن يقوم بتمثيل شخصية تعكس خصائصه وشخصيته دون أن يعي ذلك. وهون هذا يساعد الباحث في كشف شخصية المستجوب وصبر أغوار هذه الشخصية. ما هي مزايا الأساليب الإسقاطية؟ تعتبر الأساليب الإسقاطية من أفضل الأساليب لدراسة الجوانب الشخصية والنفسية للشخص المفحوص أو المستجوب. ثانياً، أنها تمتاز بالمرونة، إذ يمكن استخدام أكثر من أسلوب إسقاطي في آن واحد. يمكن استخدام أسلوب تكملة الجملة مع السيكودراما مع بقع الحبر، فيمكن استخدام أكثر من واحد. أنها مفيدة في الدراسات المقارنة بين المجتمعات في مواقف مختلفة. لكن كأي أسلوب آخر، لها قيود ولها محددات تتمثل في: أولاً، صعوبة تفسير بياناتها بسبب الانفعال والعصبية التي يمكن أن تصيب المستجوب. ثانياً، احتمالات التحيز وانعدام الموضوعية، مما قد يجد تفسيرات مختلفة من قبل الباحثين لسلوكيات الأفراد. ثالثاً، صعوبة تقنين البيانات وتصنيفها وتحليلها، حيث يصعب إخضاع التصرفات السلوكية لمقياس واحد محدد. رابعاً، ترتبط بمدى تعاون المستجوب عند التعبير عن الرأي والمشاعر بصدق وأمانة، وكثير من المستجوبين يرفضون التعاون ويرفضون كشف المعلومات التي يمكن أن تكشف داخلهم. رابعاً، يتطلب استخدامها وجود أفراد متخصصين
للقيام بعملية التفسير والتحليل، ولديهم إلمام كافي بأساليب التحليل النفسي. وأخيرا، أن هذا النوع يطبق في الدراسات النفسية ويصعب تطبيقه على الدراسات الأخرى. أخيرا، هناك طرق مختلفة لجمع البيانات، ولا يمكن للباحث أن يعتمد على وسيلة واحدة، حيث يمكن له أن يعتمد على أكثر من وسيلة، وأن يجمع كما ذكرنا في محاضرات سابقة بين وسائل جمع البيانات الكمية، وبين وسائل جمع كالاستبيان، ووسائل جمع البيانات الكيفية كالملاحظة والمقابلة، للوصول إلى دراسة عميقة ومتعمقة لدراستها. شكرا لحسن استماعكم.